اخواني تسمحوا لي بكلمة. الحكاية مش حكاية شعب، الحكاية مش حكاية شعب ولا حكاية ايه؟ اسمها حكاية شعب. عارفين انه حكاية شعب دي بمناسبة احنا في سبتمبر ممكن نتكلم مرات كده عن الزعيم عبد الناصر رحمة الله عليه. حكى لي علي احمد شفيق كامل الله يرحمه، هما هيقولوا في الأغنية ضربة كانت من معلم خلى الاستعمار يسلم والحصار الاقتصادي برضو ما بكمش بلاد ما خوفش بلاد ما ايه ما زلش بلادي جاب سلاحه وطياراته واعتدى علشان نسلم. هو مين؟ لا ده بعده أغاني لطيفة أوي. فضربة كانت من معلم، يعني برضو كلمة معلم دي عندنا في اللغة العامية الدارجة، معلم اللي هو مثلا بينتهي مهنة معينة، معلم صاحب القهوة، معلم جزار، معلم فلان، معلم علان، معلم رضا الله يرحمه محمد رضا. فهم ما عملوا الأغنية حسب كلام أحمد شفيق كامل والعهد عليه وكان الرجل تقي، مش ممكن يكون بيكذب عليا يعني، ودي أظن قالها لي كمان في تسجيل بيني وبينه. فهم بقى إيه واقفين في الكواليس وعبد الناصر قاعد يتفرج، يا ترى هيعمل ايه لما يتقال ان عبد الحليم بيقول ضربة كانت المعلم؟ فاذا بعبد الناصر يضحك ويسقف. فقال لي احمد شيبي كامل خدنا نفسنا، خفنا لحسن ايه يحصل حاجه. بس يا سيدي مساء الفل. احنا يعني اولا عايزينكم تتابعوا الاخبار، في حاجات بتحصل في لبنان عجيبه غريبه يعني صعبه 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 صعبه. انه هو اصله في الحياه اشياء غير واضحه وحكايات بتتحكي ونخش فيها واحنا مش عارفينها ولا فاهمينها ولا عارفين فيها اي حاجه خالص، مع انه في الحياه قضايا اهم بكثير جدا جدا من الاشياء اللي هي مش واضحه. يعني انت مطلوب منك انك تحب تقول رايك في اي حكايه، قول رايك بكل شجاعه، واللي يمنعك يبقى مريض. لانه اذا كان انا عايز اقول رايي بشجاعه يبقى قبل ما اقول رايي لازم اسمح لك انك تقول او اسمح لك انك تقولي رايك بكل شجاعه. لو منعتك يبقى انا مش محق اقول رايي، او انا ديكتاتور يعني انا اقول رايي وبس محدش يقول راي غيري. لكن احنا اتعلمنا ان تكوين الرأي لابد يكون نتيجة يعني نتيجة شيء يقيني انا اكون عليه الرأي. يعني انا قاعد في الأوضة دي، انا مش شاكك في ان انا قاعد في الأوضة دي وشايف الحيطان ديت والنجفة دي والحاجات دي، فأقدر أقول رأيي في ان النجفة دي وحشة وان الحاجات دي مش كويسة. ممكن أقول رأيي زي ما انا عايز لان الحاجات واضحة قدامي. انما لما يبقى في ضبابه الله يرحمه الرئيس السادات عامل ضباب بتاع كان سنه 71 72، ما تبقى الضباب يعني ايه؟ مفيش حاجه واضحه وبالتالي ما اقدرش اخد قرار. انا فاكر انا كنت مره انا ووحيد بنحضر، وحيد ده السبب بتاعي، بنحضر حاجه في طنطا، اظن كان قصه كده هبقى احكيها طبعا في المذكرات، قصه مثيره جدا. فاحنا راجعين قلت له وحيد خلي بالك بالراحه عشان لا ما قلتلوش بالراحه، قلت له مدي شويه لان الشبوره ممكن تنزل في اي وقت. انا كنت بقول وقت الشبوره نزلت كده بوم، يعني وحيد فاكر الواقعه دي ما ينساهاش، بوم. قلت له اركن، مش واحده واحده، قلت له لا اركن، دورنا على مكان امن كده، انت شايف بقى متر واحد وركننا، لان انت ما ينصحش تركن في الطريق لان اللي جاي مش شايف، مش هيبقى شايفك. ليه ركنا؟ لانه مش شايفين حاجه. فالواحد يصح انه لما يتكلم في حاجه، يعني ارجوكوا يعني ارجوكوا ان احنا لما نتكلم في حاجه نبقى عندنا يعني احتمالات الاكبر اللي بنبتدي نشكل عليها الراي، الاحتمالات الاكبر ان الحاجه وحشه فنقول الحاجه دي وحشه. انما احنا بنتكلم على حاجات لا عارفين اولها من اخرها من فصلها من مش عارفين حاجه، لكن نقول. وبعدين الكلام ممكن يصيب ناس ويطلع الناس دول مش مصابين ولا عندهمش حاجه، ما عملوش حاجه خالص. على فكره الحاجات دي لما بتبقى موجوده في المجتمع
انا بتكلم على ايه عشان ما بقاش بتوه، بتكلم على فكره ان احنا نقول راينا في حاجه احنا مش عارفينها، مش عارفين اصلا في الحكايه دي. لما بتنتشر في المجتمع بتخوف كل الناس، لان انا مش امن في المجتمع بتاعي، لا انا ولا انت ولا اي حد دلوقتي، مش بس المشهور يعني. ممكن جارتك تروح كست لطيفه جدا بتتكلم عن سرقه الكهرباء، فقالت الكهرباء ده كلهم بس ده جارتي اللي فوقينا بتسرق كهرباء، جارتي اللي تحتينا بتسرق كهرباء. الست بلغت عن جيرانها، يعني الست بلغت عن جيرانها، بتتكلم بتلقائيه بس هي بلغت عن جيرانها، هل ده صح؟ يعني فهي الفكره انه مش متاكدين كمان، ممكن ده يبقى كلام. فهي الفكره انه لما نبقى عايزين نقول راينا، لانه ما تخلينيش اخاف منك وانت تبقى خايف مني ونبقى ماشيين خايفين. ودي ايام عشناها في الستينات كانت ايام مرعبه، ان انت تخاف تتكلم وتخاف. في ايام بتبقى شبهها، لكن المساله ان احنا نخاف من بعض دي مساله وحشه. واحنا بنخاف من بعض ليه؟ لاننا كلنا او ناس كتير او في بعضنا، بلاش نقول كذا، ناس كتير بتبقى مندفعه في الراي. وانا قلت لكم ان من منصه تويتر دي او اكس دي اللي موجوده دلوقتي، انا ما بشتغلش فيها لانها عايز راي سريع جدا، ما اقدرش اكون راي سريع في مجرد معلومات سمعتها في النت، لازم اتاكد. يعني دلوقتي لما بشوف اخبار هنا ولا هنا بستنى لما اتاكد، شوف هنا وشوف هنا وشوف هنا. احنا ماشيين في المشاكل ومش عارف ايه رايكم في القصه دي. كان بس الاول حسين بيقول لك احكي على اللي بيحصل في لبنان. والله يا حسين دي حاجه غريبه، الجهاز دوت اللي حطوه ده ضرب وضرب ومويت لغايه دلوقتي 9 وفي 300 مصاب ولسه لغايه دلوقتي فيه. ودي حكاية حزينة جدا، لأن بيقول الأجهزة دي من أوروبا، من آسيا شرق آسيا ومن شرق أوروبا، يعني حاجات غريبة شوية، جاية منين؟ سلوفاكيا، مجر، معرفش منين، وإزاي جابوها. وطبعا أنتوا يعني عشان لما إحنا نيجي نقول يا جماعة إسرائيل مش لوحدها، أنتوا كلكم عارفين إنها مش لوحدها، بس كمان دلوقتي معاها سلاح أمريكاني، سلاح إنجليزي رسمي رسمي، ومعاه المخابرات كلها بتاعت انجلترا وبتاعت امريكا. وانا لا استبعد ابدا المخابرات الالمانيه القويه جدا انها تكون في الموضوع، ويمكن مخابرات يعني كتير كمان موجوده، كل ده بيخدم على اسرائيل عشان تضرب غزه وتضرب جنوب لبنان. ده شيء رهيب، شيء مش يعني مش مقبول، مش مقبول، مش معقول. انتوا عارفين السادات لما اتضرب في الله يرحمه، لما اتضرب الرئيس السادات في المنصه، الكلمه اللي قالها ايه؟ مش معقول، مش مصدق انه يتقتل يوم 6 اكتوبر في من جنود اكتوبر اللي هو عمل بيهم النصر العظيم بتاعنا، مش مصدق، مش معقول، انتوا اللي هتقتلوني؟ يعني فده اللي بيحصل ده، يعني ولا في حد خالص بيتكلم ولا في حد بيقول. عشان كده دي الموضوعات اللي نحب ان احنا نتابعها وتشوف الدنيا عامله ازاي وتشوف الدنيا. لا مفيش، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، مفيش فايده غير انك انت تبقى قوي، ومع القوه تبقى شريف يعني، وتبقى واعي. يعني مع القوه والشرف تبقى واعي ايه المصلحه العامه اللي تنفعنا احنا كوطن عايشين في الظروف دي. سؤال هو محيرني، وهموت وهيفضل محير ناس تانية كتير وكتير، وعشرات السنين هتعدي والسؤال مطروح، احنا ليه كده؟ مش احنا بلدنا مصر يعني، لا الوطن ده كله، ليه احنا كده؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ انا بتفرج على فيلم عن قصة واقعية، فبيقولوا احنا ممكن نعدي على دول عربية معينة يعني، بس الدولة دي لازم نستأذنها. فقال لك ايوه ده لسه هتستأذن امريكا. قال لك لا دي لسه هنكلمهم، مش هيردوا، لازم يستأذنوا امريكا الاول. هو امريكا بتصرف علينا، دي بتاخد فلوسنا احنا كعرب يعني، كلنا دي بتاخد فلوسنا، امريكا ما بتصرفش علينا. ايه في ايه؟ سؤال يعني بسيط، وابسط حاجة، ابسط سؤال يسأله الواحد لنفسه دايما، هو ليه مش آمن؟ هو ليه بيتضرب على دماغه وعلى رجله وعلى معلش يعني على قفاه وعلى كل، بيتضرب في كل حته في جسمه؟ ليه؟ معرفش. هو أيوه
في اسباب وفي حكايات وحاجات قديمه وحاجات جديده، بس ليه ما بت يعني ما بنظبطش نفسنا على اتجاه نمشي فيه بحيث ان الحكايه دي ما تبقاش كده، لا تبقى كده احسن من كده بعد 50 سنه. مش بقولك بعد سنه ولا اتنين، لا بعد 50 سنه، بس نبقى ماشيين في الاتجاه. لكن احنا مش ماشيين في اي اتجاه خالص. يعني بص تلاقي كل دوله ماشيه في اتجاه وكل بتاع، والدول بتتفتت والدول بيعملوا فيها حروب وبيعملوا فيها اللي هم عايزينه وبيقسموها وبيعددوها. هيقول لك اصل هو بقى نتيجه الربيع العربي، الربيع العربي. طب ولما تقسموا سنه 17 بقلم رصاص، لما عملوا كده 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 حدود البلاد العربيه، طب شوف حدود اوروبا، شوف حدود اوروبا، هتشوف. بص عشان تعرف، هتشوف المانيا والمانيا الغربيه والمانيا الشرقيه كان ليهم حدود برضه بالقلم كده تك تك، لانه احتلال، كان احتلال نتيجه الحرب العالميه الثانيه. الدول العربيه نفس الشيء. لما تشوف بقى انت خريطه اوروبا، شوف فرنسا عامله ازاي، انجلترا عامله ازاي بره في الجزيره، واسبانيا عامله ازاي، البرتغال عامله ازاي، مش عارف هولندا عامله، كلها كده بترقص. الا حدود الدول العربيه تك 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 تك. بقالنا 100 سنه واكتر على كده. امتى هنتحسن الوضع؟ امتى هنتعمل؟ ما اعرفش. بص انا بقول لك ايه بقى؟ ما اعرفش. مين المسؤول برضه ما اعرفش. هنعمل ايه انا ما اعرفش، لان انا ما عنديش كل الاوراق. الرؤساء والملوك بيجتمعوا في اوض مغلقه وبيتكلموا على حاجات كتير جدا انا ما اعرفهاش، انا ما اعرفهاش. ما اعرفش ايه امكانيه ان احنا نعمل الشيء الفلاني، ايه امكانيه ان احنا نتصدى للشيء الفلاني، ايه ما اعرفش. بس لازم يبقى في حل للوضع ده، لازم يبقى في استراتيجيه كبيره، يعني رؤيه كبيره للوطن ده ان يواجه العالم اللي بيتحد في حتت وبيضرب حتت. فما اعرفش بقى، ما اقدرش اقول لكم اي راي صادق، يعني لا مش صادق، راي مدروس. ايه ازاي ممكن نعدي؟ دي مش شغلتي. احنا شغلتنا ان احنا نشاور على البقعه اللي فيها المشكله. اما ازاي فدي بقى عايزه صحفيين اكبر مني، مش في السن، اكبر مني في الاتصالات، في العلاقات، بيقعدوا مع ملوك، بيقعدوا مع رؤساء، بيقعدوا مع رؤساء جهازات اجهزه مخابرات، بيقعدوا مع ناس كبار بيعملوا شغل كبير، هم اللي ممكن يبقى عندهم الملفات. يعني انا كنت بسعد ان انا اروح اقعد مع الاستاذ زيك الله يرحمه، فيديني معلومات، ياخد مني معلومات من الشارع، الشارع في ايه يا محمود؟ اقول له في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ما بنزلش الشارع. وبعدين اقول له اخبار الاستاذ زيك ايه اللي هيحصل في الحكايه الفلانيه؟ يحكي، لانه قعد مع الملك حسين وقعد مع عبد الناصر وقعد مع السادات وقعد مع مبارك وقعد مع كيسنجر وقعد مع كله، ومع الصين ومع الهند ومع ايران، قعد مع الرؤساء وشايف الخريطه كويس وعنده الاوراق. فاحنا ما نعرفش. يعني الواحد صح ايه ان هو يتكلم في امر هو ما يعني بيه، لكن المشكله قائمه، الاسى موجود، والامل برضه موجود. يعني مش معناه ان مرت 100 سنه على الوضع من ساعه الحرب العالميه الاولى وتقسمنا كده انه لا مش مشكله. ممكن ال 100 سنه دول كانوا وحشين، يجي بعديهم 100 سنه حلوين، او يجوا 100 سنه للاستعداد وبعديهم 100 سنه حلوين، مفيش مشكله. بس ندرك ان الوضع ده مش هو الوضع اللي يجب ان يكون فيه. يعني مش ده الوضع الذي يجب ان تكون فيه منطقه الشرق الاوسط المعتاده. قبل ما يحصل الشرق الاوسط الكبير اللي هو بيحصل دلوقتي، وكاتبين عنه من سنة 1980، مكتوب في كتب وفي أبحاث إنه هيبقى فيه في بداية القرن الجديد شرق أوسط كبير، هتبقى فيه إسرائيل، أنت هتتخن بقى، هتتلظلظ كده وتتخن وتبقى قد كده. وده في خرايط على فكرة، أنت لو فتحت وشفت الشرق الأوسط الكبير وإسرائيل المرتقبة هتشوف الخريطة، هتلاقي حتت متاخدة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. نرجع للمشاكل؟ في حد بعت لنا رسالة عشان بس ما نبقاش بنتجاهل الناس. مشكلة، عندنا مشكلتين. مشكلة لطيفة جدا، حزينة جدا، مزعجة جدا. فكر بس، لكن هي زي مشكلة الدكتورة بتاعت النوبة اللي فاتت. فكر الناس. احنا بنعمل ايه؟ احنا فكرنا انه
يعني نبتدي نعمل تلامس اكتر شويه، نعمل ونس اكتر شويه، ان احنا لو حد عنده مشكله عايز يحكيها، فكره عايز يقولها، احنا مش بنحل مشاكل ولا بنقدم مساعدات لان دوت مش متاح ممنوع، انما بنساعد بعض بالافكار. يعني حد عنده مشكله معينه، زي في مشكله عندنا رجل عنده مشكله لطيفه جدا، انا مش هقول رايي، انا هسيبكم انتوا تقولوا له رايكم، هو اكيد بيشوفنا لانه بعت لنا المشكله، اكيد هو معانا دلوقتي او لو مش معانا هيشوفنا بعد شويه. في مشاكل لما بتسمعها اللي هي المثل اللي بيقول ايه؟ اشوف بلاوي الناس، اشوف بلاوي الناس تهون عليا ايه؟ بلوتي. في مثل اعمق من ده شويه، يعني لما تشوف مثلا انت صباحك متعور فحاسس ان الدنيا متدمره، فتلاقي واحد راكب كرسي وماشي وتقول الحمد لله ده احنا في نعمه. فهي الفكره انه زائد الفكره انه يا خبر ابيض كده وعندها الرضا ده، ودي حاجه غريبه ان الرسالتين اللي جايين شبه بعض، من الاثنين دكاتره، يعني اثنين سيدات دكتورين. في الاخر برضه بيحرجوني زي الست اللي فاتت، الدكتور اللي فاتت. وانا كنت خايف ومتردد وانا بحكي الحكايه لانه مش عارف هي عايزاه نحكي ايه وما احكيش ايه، لكن الحمد لله هي بعتت قالت لنا متشكره على انكم عرضتوا الحكايه وانتوا رديتوا عليها. احنا بندردش مع بعض. لا بنحل ولا بنهبط، انما بنساعد بعض. انا عندي مشكله وقعدت كتبتها وبعتها، يبقى انا محتار، تمام؟ ففي الحيره دي ممكن حد يقول لي اعمل كذا ما تعملش كذا وكذا، اسمع الناس واشوف وافكر واخد القرار اللي يعجبني واشاورهم، بنتشاور مع بعض. ادي كل الحكايه، ادي كل القصه، يعني ما بنعملش حاجه اكتر من كده. ولذلك انا فوجئت بان هبه جابت لي الاول كذا قصه، منها قصه الدكتور اللي حكيتها له اللي هي وانا بقراها مأساة 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 مأساة. وبعدين قلت الدكتورة دي يعني خايفة من بكرة بعد ما حصل لها 100 حاجة ونفدت منها، وخايفة من بكرة. فقلت الله، خايفة من بكرة ايه؟ ما انت حصل لك 100 حاجة وطلعت منها، اشمعنى بقى بكرة؟ طب ما كان عندك 100 بكرة قبل كده وعدوا. فلقيتها بتقول لي في الآخر، بس أنا فكرت قلت هي اللي قالت بقى، فكرت قلت يعني اللي فوتني من 100 مشكله اللي فاتوا مش هيحرجني وانا كبيره في السن وهيبهدلني، فلقيتها هي اللي قالت. فدي برضو نفس القصه، لقيتها حاجه غريبه كانها نفس الدكتوره بس القصه مختلفه خالص. احنا عندنا بنت وعندها اخوات، مش هنقول العدد بقى عشان نبعد قوي عن القصه. والام ما بتخلفش غير بنات، والاب صعيدي مش طايق البنات. لدرجه يعني الام لما جابت البنت الخامسة من كتر حزنها جالها شلل، مش عارف ده كده كاتبه كده للدكتور، من كتر حزنها من الأب اللي هو مش عايز يصرف على العيال ما بيأكلهمش. بنت قالت كلمة، قالت بيأكلنا بس عشان بنات مش طايقهم، بطاطس محمر وعيش رجوع. أظن إن هبة ما تعرفش يعني عيش رجوع، ولا بعضكم ما يعرفش ايه العيش الرجوع. العيش الرجوع ده العيش اللي بيفضل في المشنة او في السبت اللي بيتباع العيش، لو بتاع العيش بيطلع يبيع العيش يفضل عنده بقى شويه رغيف يرجعهم. عيش رجوع عيش التعبان قوي 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 قوي، يعني العيش البايت تقريبا، فبياكلهم العيش ده والرجوع. ودرجه كمان بتحكي بتقول انه بيدفع عليهم النور، تقوم الام تقول لهم ايه؟ تقول له ايه؟ انا هاخد العيال واروح اصلي في الجامع، وهقعد ما بين المغرب والعشاء. تقوم تقعد ما بين المغرب والعشاء عشان البنات تذاكر، وتقعد بعد العشاء شويه عشان البنات تذاكر. تقوم البنات اللي بيذاكروا دول، واحده جت طلع داخله كليه الطب، واحده ثانيه كليه الطب، كليه هندسه، وهو مش فارق معاه الحكايه دي خالص ولا عايز يصرف عليهم. لدرجه انه راح كتب لها في التنسيق انها تخش اي معهد تطلع مدرسه. فراحت الدكتور البنت اللي هي هتبقى الدكتوره بعد شويه، راحت مع امها. والام دي انا بحييها جدا لان ربنا رزقها بعد كل دوت، وبعد العايده صارنا خفت منه بالولد، فبقى طاير بالولد ومش سائل فيه الاربع بنات. البنت الخامسه اللي جت ونتيجه انها اتولدت بنت والام جالها شلل من الحكايه دي من الحزن، يعني ماتت بعد شهرين.
وفضلوا الاربع بنات وطلعوا كلهم مهندسين ودكاتره رغم انف الاب، وعاشوا ماشي حياه صعبه جدا 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 جدا، لدرجه ان هي بتحكي بتقول ان ابن عمتها او عمها حاجه زي الدكتور برضه كان يجيب له هياكل عظميه يدرس عليها، وهي تروح تاخد جزء مش عارف ايه تاجره باين من الكليه ب 10 جنيه بالعافيه عشان تشتغل وتدرس، ومع ذلك طلعت يعني ما حققتش الارقام اللي هي نفسها فيها في الطب، لكن نجحت بجيد وجيد جدا. يعني تقول هنا انها نجحت جيد جدا جيد جدا في كليه الطب، تقدير جيد جدا ده يعني حاجه جباره يعني مش حاجه سهله. وبعدين وهي في سنه الامتياز اتعرفت على شاب جميل ولطيف وكده، وتقدم لابوها وحاجات زي كده واتجوزها. حلو خير وبركه. بتقول لك ايه بقى؟ اتجوزت ومن اول يوم ضرب اهانه بخل وبتاع ستات. وطبعا هي لما اتجوزت سابت شركه الادويه اللي هي اشتغلت فيها لما اتخرجت عشان تجيب مصاريف جهازها، لكن اضطرت ترجع تشتغل تاني عشان الزوج اللي بيضرب واللي بيعمل الحاجات دي كلها. هي بتقول انه نتيجه الضرب والقهر ده حصل انها خلفت ولد بس طلع عنده حاجه اسمها ADHD اللي هي مفرط الحركه، اتحرك كتير اول الولد. وبدات تعالج في الولد وتصرف على ولد، الاب بقى اللي بيضرب ده مش طايق الولد ومشاكل، وبعدين بيخليها تخرج ويجيب ستات في البيت ويبلغها، يخلي الستات يبلغوها عشان تمشي. وكانت هي دي النتيجه طبعا، مشيت وخد كل حاجه وحصل مشيت ومشيت بابنها. وخدت شقه صغيره قوي وقعدت فيها، وما كانت بتجي لها تقعد مع الولد وهي تنزل تشتغل. الدكتوره بقى بتشتغل في صيدليه. مش عارف ازاي دكتوره بتشتغل في صيدليه، بس ممكن تكون الشغلانه اللي لقيتها في المكان اللي عايشه فيه. اجرت شقه وقعدت مع ماما، ومش ماما بتجيلها. المهم كان ليا زميل وزميل جوزها وامه صاحبته، فزميل جوزها ده فضل يعني يقول لي انا عايز اتجوزك عايز اتجوزك عايز اتجوزك. امه بقى ليا صاحبتهم قالت له انت هتاخد خارج بيت ايه، تاخد واحده متطلقه ومخلفه وبتاع وعندها حتى الولد عنده مشكله مرض وكده. الام ما رضيتش، لكن ضغط الولد، حتى ابوها كمان ما رضيش، لكن ضغط الولد ومحايلته ويروح لها الشغل ويستنى في الشارع وانا هخلي بالي منك انا بحبك انا عايزك وانا ابنك ده هيبقى ابني، يعني فيلم كده جبار جدا. اتجوزته وطبعا طلع زي ما طلع بقى. المهم انه طلع كده وراحت مخلفه منه عيل تاني، طلع عنده توحد. ايه الست دي الدكتوره دي؟ ايه الحياه دي؟ ايه العيشه دي؟ ده اللي مكتوب قدامي. انا مش بألف فيلم، انا ما اعرفش ألف، ده المشكله اللي مكتوبه قدامي. طلع الولد عنده توحد، وطلع الزوج مش طايق لا ده ولا ده. قوم الحياه مشيت برضه ما وقفتش، هي بتشتغل جامد جدا وبتصرف على العيال. تصدقوا ان الولد الاولاني اللي هو عنده ADHD بقى طبيب اسنان، والولد التاني اتحسن قوي بتاع التوحد، وهي بتربيهم احسن تربيه. تقول خلاصه الاول ربنا كبير ما بيسيبش حد، ربنا كبير. يا خبر ربنا، انت ده انت اتبهدلتي طبعا. تقول اتجوزت تاني واحد تاني بعد الاولاني اللي عمل فيك كده وبعد ابوك اللي بذل. ربنا كبير ما بيسيبش حد ابدا، وكلها ابتلاء واختبارات، لو رضيت ربنا بيعديها ويعوضك. والحمد لله برغم اني ما عنديش اكمل دراسه، هي لسه عايزه تكمل دراستها في الدكتوراه، ما عنديش كتب ولا حتى بلطو امتحن بيه، بس ربنا كان بيقف معايا
وحاسه انه بيحبني. يا خبر ابيض عليك يا احلى حلاوتك. يعني انت فين ابوس دماغك والله. شوف المرار بيديني ابتلاءات عشان اروح له، هو وبس، وهو وبس اللي عنده الحل. ربنا كبير ورحمن رحيم. يا سلام على حلاوتك، يا سلام يا سلام. مش عايزه منكم حاجه هي، ولا عايزه رأي، ولا عايزه اي حاجه، بس بتقول لكم ان هي من ساعه ما بقت بني ادمه كده والاب بيكره البنات، ولما شبت كده وبتذاكر مش عايزه تذاكر لانه مش لازمين البنات دول لا في مدرسه ولا في دراسه ولا اي حاجه. ونجحت ودخلت كليه الطب، كان بتذاكر في الجامع وبتاكل عيش رجوع وبطاطس محمر. طبعا هي طبعا الحاجات دي حصلت من 20 30 سنه، كان البطاطس المحمر ده بنكله. دلوقتي البطاطس المحمر بقى يعتبر يعني قريب باللحمه في الماضي يعني. واتجوزت، اتبهدلت، وجابت عيل عنده امراض، وبعدين سابت جوزها، فاتجوزت تاني اتبهدلت وجابت عيل عنده مرض، وبعدين كملت، والعيل الكبير اللي كان عنده مرض ده فضلت معاه لغايه ما حسنته، الفرط الحركه ده بيتعالج وبقى كويس وبقى دكتور، والتاني ان شاء الله هيبقى اي حاجه كويسه، وهي مش زعلانه ولا متضايقه، لا ده بتقول ربنا كبير، ربنا بيحبني. اه والله هي بتقول كده. اه والله هي دي اخر ورقه. اه بيوقف معايا وحاسه انه بيحبني، بيديني ابتلاءات عشان اروح له هو وبس، وهو وبس اللي عنده الحل. ربنا كبير ورحمن رحيم. حكايه ثانيه، دي حكايه لطيفه، انا احكيها باختصار. دي بقى عايزه رايكم، هتتخانقوا فيها مع بعض، هتبقى ليله يعني ما اعلم بها الا ربنا. هقول لك بس شويه تعليقات قبل ما تبدا القصه الثانيه. ام حسين بتقول ارجوك ارجو من حضرتك تكتر من هذه الفقره، احترام الجمال. بتقول لك يا استاذ محمود الواحد بيبقى محتاج حد يسمعه اكتر من انه يلاقي الحل. مش عندهاش، لا دي مش بتقول لنا، بتضربنا بالقلم. نانو بتقول لك زي ما قلت لكم على الواد اللي ضربنا بالقلم قريب ده، الواد اللي انتحر، الواد اللي انتحر من عذاب ابوه ليه؟ حد فاكر؟ الطفل اللي قام شنق نفسه عشان ابوه بيشغله وبياخد منه الفلوس، ده بيضربنا بالقلم. الست دي بتقول لاي حد ويقول اه كده انا اتظلمت، انا كده حياتي، بص انا كده، بص شوف الاهل بيعمل ايه. طيب يلا اللي بعدها. هيبه بتقول لي يلا اللي بعدها. طيب حاضر، الجمله دي سمعتها قبل كده مره. لا سهل، وقفتك قلت لك. ايوه حكاية لطيفة. هو رجل متجوز كان بيحب الأول، قصة حب عنيفة أكيد. عارفين أحمد ومنى صلاح ذوالفقار والست شادية؟ وبعدين اتفرقوا. وبعدين خلاص حبه ده طار. ما قابلش بقى ما قابلهاش تاني بقى في شارع سلمان باشا والحاجات بتاعت الأفلام دي. اتجوز ست فاضلة وخلف منها أولاد وعايش كويس، بس مراته صعبة. وبتتنرفز بسرعة وعندها مشاكل وكده، ويعني حياته صعبة شوية، لكن هو بيحب ولاده، راجل كويس. يعني بيحب ولاده وبيحب الأسرة وبيحب الحكاية دي، وبعدين هو ماشي كده معدي، أظن كان يمكن في مول العرب. وبعدين وهو ماشي في مول العرب شاف واحدة، وهي بصت له وهو بص لها. ده من تأليفي أنا. الراجل فك، وهي الست فكت، فحبوا بعض حب كبير. طب نعمل إيه؟ اتكلموا مرة في الثانية في الثالثة، خلاص بقى في غرام كبير، بقى في الراحة بقى والاستنسجام والحاجات، فكرته بالحب الذي كان. فراح متجوزها. راح متجوزها؟ بس هو دي ما اتجوزهاش؟ لا لا. اي. ايوه هو اتجوزها. اوكي. تجوزها سرا. اه. بقول لك ايه، انا مذاكر كويس. راح متجوزها في السر. وعايش معاها مبسوط، هي مراته في السر ومراته موجوده ومقضي حياته كويس ماشي الحال. انا ما بحبش حكايه الجواز في السر دي انا شخصيا يعني، بس انت مالك انت دخلك موضوع. المهم الست بعد بقى جواز فتره في السر قالت لا يا حبيبي بقى كفايه كده،
انا لازم تتعلم بقى، لان انا محرجه من الحكايه ديت وعايزك تعلم. هو لو اعلن مراته هتخلي عيشته سودة وهتطلب الطلاق، ومش هيعرف يستمتع بالعيشه مع اولاده وهو بيحب الحكايه دي جدا. اعمل ايه؟ ده بقى مشكله عايزه حل. الراجل ده يعمل ايه؟ وبعت لنا بيقول اعمل ايه؟ مش كده برضه؟ هل يضحي بالحب في سبيل اطفاله؟ ام يختار سعادته وراحته الشخصيه؟ علما بان اغلب حياته كانت من اجل راحه الاخرين، راجل جميل يعني. وقريبا سوف يكون عليه ان يتخذ قرار ويختار. الراجل ده لقى الحب الحقيقي اللي هو بتاع محمد فؤاد، وبتاع شادية برضه، شادية عندها الحب الحقيقي. ما يتنسيش طول السنين. دي شادية مش محمد فؤاد. الراجل ده يطلق الزوجة التانية اللي هي دلوقتي طالبة بقى الإعلان، أو بقى يحصل أي حاجة بقى، فيطلق الزوجة التانية، ولا يعلن فممكن يفقد بيته واسرته واولاده، وهو راجل محب جدا للحكايه. طبعا يعني ما تعمل اللي انت عايزه يا عم الحاج، لا هو بيستعين بيكم. يعني بيستعين، ربنا يمسي بالخير عمنا جورج القداح، بيستعين باصدقائه في ونس. اوكي، هشام بيقول لك طبعا متوقع الراحه النفسيه اهم حاجه. انا ما مش يعني قولوا رايكم، عندكم وقت بقى طويل قوي، قولوا رايكم، هسمعكم دلوقتي، بس قولوا رايكم باستمرار، بس بلا قسوه وبلا عنف. ورايي فيه اريحيه كده، يعني طبعا انا اقول يقعد مع مراته واولاده يستحمل، لانه راجل. اصل في مشكله، الشخصيه المحبه للبشر او الشخصيه الخجوله اللي هي ما تعرفش ترفض طلب لحد. لانه بيقول ايه؟ هو بيقول حاجة أنا مهمة جدا، قال علما بأن أغلب حياته كانت من أجل راحة الآخرين. الإنسان اللي بيحب يرضي الآخر، لما بيأذي مشاعر الآخر بيتنكد ملوش حل، بيفضل متنكد رغم أن الآخر ممكن يكون نسي الحكاية. ودي بتحصل لي أنا، مش معنى كده أن أنا بخدم الآخرين ولا بتاع. أنا لما في حاجة كده أحس إن أنا ضايقت حد، أبقى متنكد أخلاق، وهو التاني بيلعب كورة مش واخد بالك. فالتركيبة دي من البني آدمين بيبقى صعب جدا أن تقسو على أحد. فبالتالي لازم يكون الرأي مصاغ في التركيبة الشخصية للشخص. الرجل صاحب هذه الرسالة الله يكون في عونه، لأنه مرتاح مع الست دي. بقى إحنا قلنا إيه؟ هو شافها وحبها وحبته وخرجوا من مول العرب طبعا. فهي ما طلبتش اوبر ريبت معاها العربيه، وحصل غرام وانتقام وحاجات زي كده. لا ده اتجوزوا وعاشوا مع بعض فتره، يعني المساله مش مساله نزوه. لا دول اتجوزوا وعاشوا وعملوا حياه. فيعني مش نزوه، لا ده حب فيه صدق. ف ايه؟ نقول الزوجه الثانيه ما تسكتي بقى وتخليكي كويسه بقى وتخليكي جدعه بقى، ولا قولوا بقى اللي يعجبكم. رادة بتقول هيضحي بالحب الحقيقي لان ده السيناريو الاسهل، السيناريو التاني صعب مش اي حد يقدر عليه. السيناريو التاني اللي هو يقدر مع مراته التانية الاولانية؟ لا ان هو يعلن جوازه، يعني الاسهل ان هو يختار الحياة اللي كان عايشها يعني. رادة امل بتقول ايه اللي خلى الزوجة التانية تفكر وتغير وعايزة تعلن؟ اكيد معاملته اتغيرت وده سبب اختيارها ليه. لا ما هقول لك انا ارد عليك، يمكن في حاجه انا ما قلتهاش. والان تطالبه بان يعلن هذا الزواج وان يبني مع عائله. هي عايزاه يتجوز بقى، يعني الجواز تمام ونخلف عيال بقى ونعيش. هي اتبسطت معاه، يعني هم سعداء مع بعض. فلما لقيته راجل كويس وهم مبسوطين مع بعض، قالت له نجيب عيال بقى ونعيش عادي زي اي اسره، المكتوب كده في تبرير. وطبعا ده ما ينفعش يبقى كله في الخفا بقى خلاص، ما ينفعش. نعيش مع الاطفال ونعيش حياه عاديه. يعني هي الست مش مثلا رجعت في كلامها، او ست مثلا استغلت الفرصه، لا هي لما لقت نفسها مرتاحه معاه. طب ليه ما تجيبش طفل بقى او طفلين وتقعد معاه وتعيش كعيله ونعمل ده كله؟ خاصه ان واضح ان هو في علاقته بيها
بيبقى حريص على انه يكون في بيته التاني مع اولاده، وبيروح معاهم ويجي لان هو مرتبط بيهم جدا. فطبعا هي كمان عايزه تخلف وتجيب ولاد، يعني ممكن تكون معذوره ما اعرفش. قطرة تلاتة تقول هو كده كده جاب وجع الدماغ لنفسه علشان علاقة مؤقتة، ومراته عمرها ما هتسامح حتى لو طلق الزوجة التانية. طب يعمل ايه يا قطرة تلاتة؟ انت بتقولي رأيك في المشكلة بس ما بتقوليوش يعني يفضل كذا او يفضل كذا او يفضل كذا. المشكلة قدامك ايه بتفاصيلها؟ يعني انا احنا مش مخبيين منها حاجة، فقولي رأيك. يعني قولي رأيك انه عبد الرحمن بيقول الرأي الأصح انه يستمر على الاتفاق، لو هي خلف الاتفاق يرجع لبيته أحسن. يرجع لبيتك، جوازة فيها سم قاتل. طيب خلاص بقى احنا عدينا نص ساعة. عايزكم بقى تتواصلوا مع بعض وتبعتوا رسائل لاخونا دوت، بس والنبي ما تهاجموهوش، يعني ما تهاجموهوش لانه هو اخلاقه يعني مش تمام. كان طلق مراته الاولانيه وخلاص، ويعيش بقى وحياته وتبسط وبتاع. لا ده راجل يعني عاطفي وحساس، وانا ما اقدرش اقول ان الواحد لما دي حاجه بتحصل لكل الناس، يعني حاجة ممكن تحصل لكل الناس. يرجع لبيته قصة، يرجع لبيتك يا سميع. صعبة. والله الإنسان هيعيش مرة واحدة. هو الإنسان يخليه مع الست اللي بيحبها. حد بيقول لك الانسان بيعيش مره واحده يا عبد السميع، فاذا انت خليك مع الست اللي بتحبها واستمتع بيها وبحال بالحياه معاها. الاغلبيه يرجع افضل، يعني الأغلبية بتقول لك ارجع يا عبد السميع، الدواء الزواج فيها سم قاتل، ارجع يا عبد السميع. اوعى تعمل كده يا عبد السميع. الحياة اختيارات يا عبد السميع، والحياة صعبة يا عبد السميع. و أنا أقول لك مش رأيي بس، أقول لك على حاجات ابحث عنها جيدا. إيه المزايا في الوضع الحالي؟ وايه المزايا في الوضع السابق؟ وايه المزايا اللي هتكون في الوضع الجديد لو انت اعلنت جوازك؟ وايه العيوب في الوضع اللي فات وفي الوضع الحالي ولو اعلنت جوازك؟ اكتبهم في ورقه وشوف ايهما يليق بك. بص في عيالك، بص في العيال لما انت اتجوزت امهم واخترتها، هم ملوش ذنب ان انت كنت بتحب واحده من زمان وانت اتجوزتها جواز صالونات او حاجه زي كده، هم ملهمش ذنب. فيبقى ايه البنتين دول، او عندك معرفش ولادك ما ايه البنتين اظن او ولدين رزق منها، عندك تلاتة عيال مسؤوليه، والراجل ما يتخلاش عن المسؤوليه. بس انت حر بقى يا عبد السميع. صباح الخير.